تنتشر النباتات الزهرية في جميع البيئات على سطح الأرض، وقد اعتاد القدماء على إنجاز طقوس التلقيح الصناعي للنباتات من دون أن يعرفوا مراحل عملية التكاثر الجنسي بدقة، التي تلي عملية تغبير الأزهار المؤنثة بالأزهار المذكرة وهي التأبير. فالزهرة تمثل الجهاز التكاثري في النباتات مغلفات البذور التي تنتمي إلى النباتات البذرية أو الزهرية، وسميت بهذا الاسم لأن المبيض لديها مغلق والبذيرات بداخله، فتتنوع الأزهار بالشكل والحجم واللون تبعا لنوع النبات الذي تنتمي إليه، حيث ترتكز الزهرة على الساق بوساطة فرع قصير يسمى الشمراخ أو عنق الزهرة. ونميز فيها أربعة محيطات زهرية كالآتي: الكأس مكون من السبلات، التويج المكون من البتلات، السادات وتمثل الجهاز التكاثري الذكري، المدقة وتمثل الجهاز التكاثري الأنثوي. ولمعرفة آلية التكاثر الجنسي ومراحله لدى مغلفات البذور، لا بد لنا من دراسة البنية التشريحية للأسدية وللمدقة فيها والتعرف على مكونات كل منهما. لنبدأ بالجهاز التكاثري الذكري المتمثل بالسادات. تتكون كل سادات من خيط يعلوه الميبر المكون بدوره من أربعة أكياس طلعية، حيث ينفتح كل كيسين طلعيين منهما على بعضهما لتشكيل المسكن الطلعي. وبدراسة البنية التشريحية للأكياس الطلعية الفتية نجد في جدارها الطبقة الآلية، تليها الطبقة المغذية، وتحتوي الأكياس الطلعية في داخلها على خلايا أم لحبات الطلع مضاعفة الصيغة الصبغية 2N، والتي تنقسم انقساما منصفا لينتج أربع حبات طلع فتية أحادية الصيغة الصبغية 1N. لا تلبث أن تتمايز وتنقسم خيطيا إلى حبات طلع ناضجة، حيث تعطي خليتين، إحداهما الخلية الإعاشية أحادية الصيغة الصبغية 1N والخلية التوالدية أحادية الصيغة الصبغية 1N، ومن ثم يتضاعف غلاف كل حبة طلع إلى غلاف خارجي فخين متقشر ذو تزيينات نوعية وفجوات صغيرة تملأ بمواد غليكوبروتينية التي لها دور مهم للتوافق مع مفرزات الميسم الذي يستقبلها، إضافة إلى غلاف داخلي سيلولوزي رقيق الذي يمتد فيما بعد ليشكل طبقة مستمرة مع جدار الأنبوب الطلعي في أثناء إنتاج حبة الطلع، كما يوجد على سطح حبة الطلع الناضجة فتحات صغيرة تسمى فتحات الإنتاج التي يخرج منها الأنبوب الطلعي. لكن ما مصدر تغذية حبات الطلع في أثناء نضجها؟ وكيف تخرج من الأكياس الطلعية بعد أن تمايزت إلى حبات طلع ناضجة؟ يوجد في جدار الكيس الطلعي الطبقة الآلية التي لها دور في تفتح الكيس الطلعي بعد نضج حبات الطلع فيه، كما يوجد في جدار الكيس الطلعي أيضا الطبقة المغذية التي لها دور في تغذية حبات الطلع عند نضجها، وذلك من السائل المغذي الناتج عن تهلم تلك الطبقة. وبهذا فإن حبة الطلع الناضجة على اختلاف أشكالها وحجمها وتزييناتها النوعية لغلافها الخارجي تمثل النبات العروسي المذكر لدى مغلفات البذور. أما النبات العروسي المؤنث فيتمثل بالكيس الرشيمي، وللتعرف عليه لا بد لنا من دراسة البنية التشريحية للجهاز التكاثري الأنثوي في الزهرة المتمثل بالمدقة، حيث تتألف من الميسم القلم المبيض الذي يحتوي بذيرة واحدة أو أكثر، والبذيرة الفتية تحوي نسيج أساسي يسمى النوسيل مضاعف الصيغة الصبغية 2N. يوجد في وسطه خلية أم مولدة للأبواغ الكبيرة مضاعفة الصيغة الصبغية 2N أيضا، حيث يطرأ عليها انقساما
منصبة معطية أربع أبواب كبيرة وحادية الصيغة الصبغية واحد إن. تتلاشى ثلاث منها وتبقى واحدة البعيدة عن الكوة التي يطرأ على نواتها ثلاث انقسامات خيطية معطية ثمان نواة لكل منها الصيغة الصبغية الأحادية واحد إن، والتي تشكل محتوى الكيس الرشيمي لتتحول إلى بذيرة ناضجة، والتي تتألف من زحافتين تتركان في الأعلى فتحة تسمى بالكوة، ونسيج مغذي أساسي فيها يسمى النوسيل مضاعف الصيغة الصبغية 2N. وفي وسطه الكيس الرشيمي الذي يضم ثماني نواة تشكل خلايا، وهي العروس الأنثوية في القطب القريب من الكوة، وعلى جانبيها خليتان مساعدتان، وفي القطب البعيد عن الكوة ثلاث خلايا قطبية. وفي مركز الكيس الرشيمي توجد نواة الكيس الرشيمي أحادية الصيغة الصبغية 1N. كما تتصل البذيرة مع جدار المبيض في منطقة تسمى المشيمة، أما مكان اتصال البذيرة بالحبل السري فيسمى النقير أو السرة. وتتنوع أشكال البذيرات ما بين البذيرة المستقيمة والبذيرة المنحنية والبذيرة المقلوبة تبعا لنوع النبات الذي تعود له. فالحبل السري قصير لدى كل من البذيرتين المستقيمة والبذيرة المنحنية، بينما يكون طويلا لدى البذيرة المقلوبة حيث التحمت به اللحافة الخارجية. أما الكوة والنقير فهما على استقامة واحدة لدى البذيرة المستقيمة، بينما في البذيرة المنحنية تقترب الكوة قليلا من النقير. وفي البذيرة المقلوبة نلاحظ اقتراب الكوة كثيرا من النقير الظاهري. ومن الأمثلة عن تلك البذيرات الجوز والقراص البذيرات المستقيمة، أما الفاصوليا والقرنفل فتكون من البذيرات المنحنية. وكمثال عن البذيرات المقلوبة سنذكر الورد والخروة. بعد التعرف على البنية التشريحية لكل من السادات والمدقة، سنستعرض مراحل الإلقاح الرئيسية الثلاث، والتي تتضمن التأبير وإنتاج حبة الطلع ومن ثم الإخصاب المضاعف. فالتأبير انتقال حبات الطلع الناضجة من المآبر إلى المياسم، والذي نميز فيه نوعين. التأبير الذاتي يتم فيه انتقال حبات الطلع الناضجة من مآبر الزهرة إلى ميسم الزهرة ذاتها، بينما عند انتقال حبات الطلع الناضجة من المآبر زهرة إلى ميسم زهرة أخرى على نفس النبات أو على نبات آخر من نفس النوع يسمى التأبير غير ذاتي أو خلطي. تنتقل حبات الطلع إما بالهواء حيث تكون جافة، أو بوساطة الحشرات فتكون لزجة وسريعة الالتصاق على الميسم، أو بوساطة الماء. لذا من شروط نجاح عملية التأبير أن تلامس حبات الطلع سطح الميسم، ويحدث التوافق بين مفرزات الميسم مع المواد الغليكوبروتينية في غلاف حبة الطلع. فإذا لم يتوفر هذان الشرطان لا تستطيع حبة الطلع الإنتاج على ميسم الزهرة. ويمكن أن تكون الأزهار منفصلة الجنس، أي زهرة مؤنثة تحتوي المدقة فقط، وزهرة مذكرة تحتوي الأسدية فقط، وهنا يتم لديها التأبير الخلطي أو التصالبي. ولكن هناك أزهار خنثوية، أي تحتوي على الأسدية والمدقة معا، غير قادرة على التأبير الذاتي، فيحدث لديها التأبير الخلطي أو التصالبي، والأسباب متعددة. فزهرة الشوندر السكري والجزر مبكرة الذكورة، بينما زهرة الأفوكادو مبكرة الأنوثة، إضافة إلى زهرة تعرف باسم زهرة الهرجاية يتم فيها التأبير الخلطي بسبب اختلاف أطوال الأسدية والأقلام لديها. وبنجاح عملية التأبير تبدأ مرحلة إنتاج حبة الطلع على الميسم بتعريض كيميائي منه، إذ ينمو لها أنبوبا
طلعيا انطلاقا من الخلية الإعاشية والغلاف الداخلي السيلولوزي الرقيق لحبة الطلع، حيث تقوم نواة الخلية الإعاشية بتوجيه نمو الأنبوب الطلعي والمحافظة على حيويته حتى يصل إلى قوة البذيرة. في أثناء ذلك تنقسم نواة الخلية التوالدية انقساما خيطيا، معطية نصفتين نباتيتين لكل منهما الصيغة الصبغية الأحادية 1N، لتبدأ كل منهما بالإخصاب المضاعف بعد أن تتهلم نهاية الأنبوب الطلعي وتزول نواة الخلية الإعاشية. فالنصفة الأولى أحادية الصيغة الصبغية 1N تتحد مع العروس الأنثوية أحادية الصيغة الصبغية 1N لتنتج بيضة ملقحة أصلية مضاعفة الصيغة الصبغية 2N. أما النطفة الثانية أحادية الصيغة الصبغية أيضا 1N فتتحد مع النواة الثانوية مضاعفة الصيغة الصبغية 2N الناتجة عن اتحاد نواتا الكيس الرشيمي في أثناء الإخصاب، لينتج لدينا بيضة إضافية ثلاثية الصيغة الصبغية 3N. بعد ذلك تزول الخليتان المساعدتان والخلايا القطبية الثلاث وتبدأ البذيرة بالتحول إلى بذرة، وبالتالي يمكن تلخيص الإخصاب المضاعف بالمعادلتين التاليتين: العروس الذكرية الأولى 1N ستتحد مع العروس الأنثوية 1N لتشكل البيضة الأصلية الملقحة 2N. أما العروس الذكرية الثانية 1N ستتحد مع النواة الثانوية 2N التي نتجت عن اندماج نواتي الكيس الرشيمي لتعطينا البيضة الإضافية 3N. فما مصير كل من البيضة الملقحة مضاعفة الصيغة الصبغية 3N والبيضة الإضافية ثلاثية الصيغة الصبغية 3N الناتجتان عن الإخصاب المضاعف؟ تنقسم البيضة الملقحة الأصلية مضاعفة الصيغة الصبغية 2N انقساما خيطيا لتعطي خليتين كل منهما أيضا مضاعفة الصيغة الصبغية 2N، وهما خلية كبيرة من جهة الكوة وخلية صغيرة موجهة نحو مركز الكيس الرشيمي. فالخلية الكبيرة تنقسم معطية خيطا خلويا يسمى المعلق، أما الخلية الصغيرة فتنمو معطية طليعة الرشيم التي تتمايز إلى رشيم نهائي داخل البذرة الناضجة مكون من جزير، سويقة وعجوز وفلقة أو فلقتين، والبيضة الإضافية ثلاثية الصيغة الصبغية 3N. تنقسم نواته انقسامات خيطية عديدة إلى عدد كبير من النواة أيضا ثلاثية الصيغة الصبغية 3N، ويحيط بكل منها قسم من الهيولة وتنتظم على السطح الداخلي للكيس الرشيمي لتتشكل أولى طبقات السويداء. وعند استمرار تلك الانقسامات الخيطية يمتلئ الكيس الرشيمي بنسيج خاص غني بالمدخرات الغذائية يسمى السويداء. وفي حال توقف تلك الانقسامات الخيطية على خلايا السويداء عند حد معين، يبقى وسط الكيس الرشيمي جوف مملوء بسائل حلو كما هو الحال في بذرة جوز الهند، وبالتالي نجد أن نسيج السويداء موجود في بعض البذور كالخروع والقمح والذرة، كما يمكن في بذور أخرى أن يقوم الرشيم في مراحل تكونه الأخيرة بهضم السويداء فتصبح البذور عديمة السويداء. عندها تنمو لها الفلقتان وهما من أقسام الرشيم، حيث تختزنان المدخرات الغذائية كما في الفول والفاصوليا. والآن ما مصير كل من اللحافتين الخارجية والداخلية والنوسيل بعد الإخصاب المضاعف؟ تزول اللحافة الداخلية وتبقى الخارجية مفردة، حيث تفقد ماءها وتتصلب متحولة إلى غلاف مفرد كغلاف بذرة الحمص. وقد تتضاعف اللحافة الخارجية إلى غلافين هما سطحي متخشب قاس وداخلي سيلولوزي لين كما في بذرة الخروع وبذرة المشمش. وقد تزول اللحافتين معا لأن النوسيل يضمهما، فعندها تقوم الثمرة بتكوين غلاف للبذرة يسمى بالغلاف الكاذب كما في بذرة القمح. أما النوسيل فيزول عند تشكل البذرة
الناضجة، لأن البيضة الأصلية 2N والبيضة الإضافية 3N تهضمانه في أثناء نموهما. وبهذا بعد إتمام مراحل الإلقاع وحدوث الإخصاب المضاعف تتشكل الثمرة التي تعد مبيض زهري ناضج يشمل بذرة أو أكثر، ولا دور متخصص في حماية البذور وتسهيل انتشارها. فعند نمو وتضخم جدار المبيض وحده إلى ثمرة تسمى بالثمرة الحقيقية كالكرز والمشمش والبرتقال. أما عند مشاركة أجزاء زهرية أخرى مع المبيض في تشكيل الثمرة تسمى عندها بالثمرة الكاذبة كالإيجاص والتفاح والرمان. كما نميز بين الثمرة البسيطة التي تنشأ من زهرة واحدة تحتوي على خباء واحد كما في المشمش والكرز، أو عدة أخبية ملتحمة كما في التفاح والبرتقال. أما الثمرة المركبة فتنشأ من أزهار عدة تتحول كل زهرة فيها بعد إلقاحها إلى ثميرة كالتوت والتين، بينما الثمرة المتجمعة تنشأ من زهرة واحدة تحتوي عدة أخبية منفصلة ترتكز على كرسي الزهرة كما في ثمرة الفريز. إن الثمار المتشكلة تحتوي بداخلها على البذور التي تؤمن استمرارية النبات واستكمال دورة حياته، وذلك وفق عملية حيوية تسمى إنتاج البذور، حيث ينتقل الرشين داخل البذرة الناضجة من حالة الثبات إلى مرحلة الحياة النشطة، وذلك بتوفر الظروف المناسبة فتزداد نفاذية أغلفة البذرة للماء والأكسجين، كما تزداد الأكسدة التنفسية لتأمين الطاقة اللازمة لنمو الرشين وإعطائه جهازا إعاشيا كاملا مستهلكا في أثناء نموه المدخرات الغذائية الموجودة في الفلقتين أو السويداء، ولكن قسما من هذه الطاقة ينتشر بشكل حرارة، وهذا ما يفسر انتشار الحرارة من البذور المنتشر. وللإنتاج عند مغلفات البذور نوعان، هما الإنتاج الهوائي الذي تتطاول فيه السويقة حاملة معها الفلقتين والعجز فوق التربة كما في الفاصولياء من ثنائيات الفلقة. أما النوع الآخر يسمى بالإنتاج الأرضي الذي لا تتطاول فيه السويقة، وبالتالي لا تخرج الفلقة فوق التربة كما في القمح، أو لا تخرج الفلقتان من ثنائيات الفلقة كما البازلاء والفول والكستنة. وبإتمام تلك العملية الحيوية المهمة لدى مختلف أنواع النباتات تنطلق حياة جديدة على كوكبنا، مما يضمن استمرار الكائنات الحية على اختلاف أنواعها. ومن هنا تأتي الأهمية الكبرى للنباتات كونها تعد القاعدة الرئيسية التي تعتمد عليها مختلف أشكال الأحياء على الأرض.